مشاهدي قناة شوف تي في، أسعد الله مساءكم من مدينة الجديدة وبالضبط من شوارع مدينة الجديدة اللي كنجوبوها في هاد اللحظات، ودائما مع الحالة الوبائية بمدينة الجديدة. الجديدة اللي شهدت هاد اليوم 209 ديال الإصابات جديدة بحالة كورونا، وسيدي بنور شهدت اليوم 5 ديال الحالات وباء كورونا، 5 الإصابات جديدة في الوقت اللي ما كاين أي حالة وفاة لا بإقليم الجديدة أو إقليم سيدي بنور. إذن منطقة دكالة تسجلت فيها هذا اليوم 214 حالة، يعني 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 209 بإقليم الجديدة و5 ديال الإصابات الجديدة بإقليم سيدي بنور في الوقت اللي ما كاين أي حالة وفاة لا بإقليم الجديدة أو إقليم سيدي بنور. ودائما ملي كنتكلموا على منطقة دكالة كنتكلموا على جهة الدار البيضاء سطات اللي عرفت هذا اليوم، يعني خلال 24 ساعة الماضية 4587 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 ديال الوفيات. منطقة الدار البيضاء يعني كانت فيها 7 ديال الوفيات و3480 إصابة جديدة بفيروس كورونا. النواصر كانوا فيها 2 ديال الوفيات و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا. الجديدة كان فيها إقليم جديدة كان فيها اليوم بهذا الإقليم كان فيه 209 إصابة جديدة بفيروس كورونا وما كانت أي حالة وفاة. إقليم سطات 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا وما كاين أي حالة وفاة. المحمدية كانت 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا وما كاين أي حالة وفاة. بن سليمان 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا وما كاين أي حالة وفاة. برشيد 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وما كاين أي حالة وفاة. مديونة 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا وما كاينش وفيات. سيدي بنور 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا وما كاين أي حالة وفاة. دائما كنجوبوا شوارع مدينة الجديدة، هذه هي الوضعية، هذه هي الحالة ديال شوارع مدينة الجديدة في هذه الأثناء. وغادي نعطوكم يعني بسرعة عدد الإصابات اللي كاين بجهات المملكة، مختلف جهات المملكة. وكما قلنا بجهة الدار البيضاء سطات فيها 4587 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 ديال الوفيات. جهة الرباط سلا القنيطرة فيها حالة وفاة واحدة و947 إصابة جديدة بفيروس كورونا. مراكش مكناس ما كاين أي حالة وفاة وكاين 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا. جهة طنجة تطوان الحسيمة فيها حالة وفاة واحدة تسجلت خلال 24 ساعة الماضية و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وجهة سوس ماسة كاين حالة وفاة واحدة و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا. جهة بني ملال خنيفرة ما كاين أي حالة وفاة وتسجلت بها 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا. جهة درعا تافيلالت ما كاين أي إصابة، ما كاين أي حالة وفاة وكاين 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا. جهة الشرق ما كاين أي حالة وفاة وفيها 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا. جهة قلميم وادنون ما تسجلت فيها أي حالة وفاة، فيها 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا. جهة الساقية الحمراء ما كاين أي حالة وفاة وتسجلت بها 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا. جهة الداخلة واد الذهب 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وما كاين أي حالة وفاة. بالنسبة للحالات الخطيرة والحرجة اللي تسجلت خلال 24 ساعة الماضية كاين 44 حالة على الصعيد الوطني، وكاين 317 العدد الإجمالي للحالات المتكفل بها، وثمان حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي اللي تسجلت خلال 24 ساعة الماضية، وكاين 90 حالة يعني إجمالي الحالات تحت التنفس الاصطناعي.
معدل ملء السيرات الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 بلغ 6%. يعني هذا هو الإحصاء ديال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال 24 ساعة الماضية. يعني هذه الأعداد، هذه الإحصائيات اللي أعطت وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية على صعيد المملكة. دائما وزارة الصحة كتعطي يعني في النشرة ديالها بعد الساعة الرابعة من كل يوم إحصائيات على مستوى جميع مدن المملكة وعلى مستوى جميع جهات المملكة بالوضع الوبائي على الصعيد الوطني. يعني كل يوم وزارة الصحة مشكورة كتقدم نشرة لجميع يعني العدد الحالات المسجلة وطنيا وأيضا المسجلة على مستوى جميع الجهات وعلى مستوى مدن المملكة. وهكذا احنا دائما في تواصل مع ساكنة المنطقة، كنعطوهم الجديد كل يوم. يعني اليوم كانت الحصيلة مرتفعة بمنطقة دكالة، كانت 214 209 بإقليم الجديدة و5 بإقليم سيدي بنور. يعني حصيلة مرتفعة. وعلى الصعيد الوطني فتسجلت 7336 إصابة وطنيا، إصابة جديدة، و12 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية. 7336 إصابة جديدة بفيروس كورونا، هذا هو العدد الإجمالي اللي كان على الصعيد الوطني هاد اليوم. عدد كان مرتفع، عدد طالع. بالتالي دعوة موجهة لجميع المواطنات والمواطنين بمختلف مدن المملكة، ماشي غير بمدينة الجديدة أو إقليم الجديدة، باش يتاخدوا الحيطة والحذر، دائما يديروا الكمامات ديالهم ويكون التباعد، والمعقم يديروا الجرعات ديالهم اللي بقى ليش الجرعة يديرها، لأن يعني وزارة الصحة كترسل لي سيميس ميساجات اي واحد كيوصل وقت التلقيح ديالو في الرقم الهاتفي ديالو، خاص اي واحد توصل بالميساج ما يترددش باش يدير الجرعه ديالو ويحمي نفسه ويحمي العائله ديالو والاسره ديالو واصحابه وكل المحيطين به. يعني الوقايه ضروريه، واي واحد كيحس بالاعراض ديال كورونا خاصو يتوجه لاقرب مستشفى باش يعرض نفسه ويعرف راسو واش عنده كورونا ولا ما عندوش. في حاله الا كانت عنده كورونا يعني يبتعد عن الاسره ديالو، على الوليدات ديالو، اصدقاء ديالو، ويبعد من المقاهي باش ما ينشرش العدوى، ما ينشرش الفيروس اللعين الابرياء، خاصة أفراد الأسر ديالو، وليداتو، عائلته، أصحابه، الناس اللي كيشتغلوا معاه، حماية لهم. أي شخص كيحس العدد ديال المدينة أو إقليم الجديدة كما كنلاحظوا الأعداد كان مرتفع، كان مرتفع هدأ اليوم 209 يعني ديال الحالات، هذا طلع بإقليم الجديدة. نتمنى وإن شاء الله
يعني يكون عدد اقل غدا ان شاء الله ملي نقدموا النشره ديال وزاره الصحه. هذا رقم كبير، رقم مخيف. دائما كنجوبوا شوارع مدينه الجديده اللي كنجولوا بها دابا، وبالضبط حنا كنتواجدوا بحي المطار. هذا واحد من الاحياء الكبيره في مدينه الجديده اللي كيعرف كثافه سكانيه كبيره. هذه الشوارع ديال حي المطار بمدينه الجديده، هذه الساحه اللي كتواجد بحي المطار. هذا هو الوضع ديالها في هاد الاثناء كما كتشوفوا، الساحه اللي جات وسط حي المطار. هذه هي الطرقات ديال حي المطار، هذه هي الشوارع ديال الاناره ديال حي المطار، واحد من اكبر الاحياء بمدينه الجديده كما كتلاحظوا. لكن الحديقه الداخل ديالها ما كاينش اناره، كنعرفوا كيقصدوها واحد العدد كبير من المرتادين ديال هاد الحديقه. كما قلنا دائما احنا بحي المطار بمدينة الجديدة، واحد من أكبر الأحياء. هذا هو الوضع ديال الشوارع ديال حي المطار. هنا احنا في الساحة الكبرى، كما قلنا يعني الوضع الوبائي بإقليم الجديدة اليوم 209، هو العدد ديال الإصابات الجديدة فيروس كورونا في الوقت اللي تسجلات بإقليم سيدي بنور، 5 ديال الإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. احنا دائما بشوارع مدينة الجديدة وكنقدم لكم يعني صورة حية من وسط الساحة الحديقة الكبرى بهاد المنطقة، منطقة حي المطار. هذا هو الوضع ديالها كما كتلاحظوا معنا، كما كتشوفوا خلال هاد الفترة. هذه هي الساحة كما كتشوفوا، يعني هذه الحديقة بدون إنارة، مفيش إنارة وسط هاد الحديقة، الحديقة اللي كتواجد بحي المطار. كتشكل خطر يعني الناس اللي كيدوزو من وسطها، صعيب عليهم الحال كما كتشوفوا، يعني ما كاينش إنارة وسط هاد الساحة، ساحة بدون إنارة كما كنلاحظوا، صعيبة يدوزو منها الناس. إذن هذه هي الساحة ديال الحديقة اللي كتواجد وسط هذا الحي، أكبر حي بمدينة الجديدة تقريبا، حي المطار. هذه حديقة كما كتلاحظوا، ولكن ما كاينش إنارة على امتداد هذه الحديقة، يعني بدون إنارة، وبالتالي فهي كتشكل خطورة، وكيبان بأن كاين وسطها ناس، ولكن صعيب باش تدخل لها في هذه اللحظات. يعني كان صعيب وكيشكل خطورة على المرتادين ديال هذا المكان،
اللي خاصهم حتى هما ياخذوا الحيطه والحذر كما كياخذوا على كورونا ياخذوا حتى من هذه المنطقه الصعبه. ف كنذكروا بان منطقه او اقليم الجديده فشهد يعني 209 ديال الحالات، 209 الحالات جديده فيروس كورونا، ما كاين اي حاله وفاه خلال 24 ساعه الماضيه. في الوقت الاقليم سيدي بنرشد 5 ديال الحالات جديده فيروس كورونا وما كاين اي حاله وفاه جديده، 214 حاله بمنطقه دكالة، 214 حاله جديده فيروس كورونا خلال 24 ساعه الماضيه، 209 اصابه جديده بفيروس كورونا باقليم الجديده، وخمس حالات جديده باقليم سيدي بنور، وما كاين اي حاله وفاه بمنطقه دكالة. هذا هو الوضع الوبائي خلال 24 ساعه الماضيه بمنطقه دكالة. وهذا كنهيو هاد اللايف، نبقى ليا الى نودعكم على امل اللقاء بكم في مناسبات قادمه بحول الله. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء مشاهدي قناه شوف تيفي.